السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي في هذا الدرس سوف نقوم بإنشاء جدول وإنشاء داتابيس ووضع بعض البيانات فيه طبعا يجب أن تكون متابع للدرس الأول قبل أن تبدأ بهذا الدرس لأننا يعني سوف نبدأ بالعمل مباشرة إذا حتى نقوم بإنشاء داتابيس فقط نكتب use اسم الداتابيس الذي نريده على سبيل المثال أنا أريد أن أكون داتابيس اسمها ما ماركت هذه داتابيس اسمها ما ماركت طبعا عندما أكتب use ماركت use تكون بالشكل التالي حرف اليو ثم حرف الاس ثم حرف الاي e. بعده سبيس بعده كلمة ماركت الآن هذا الأمر ما معناته معناته كون لي database اسمها ماركت إذا لم تكن موجودة أما إذا كانت هناك داتا اسمها ماركت استخدمها مباشرة إذا نضغط انتر يقول لي switch to دي market يعني نقل لك الان العمليه الى الدي بي ماركت الان انا في الدي بي ماركت استطيع ان اتعامل معها فان بما انه لدي داتا اسمها ماركت الداتا تحتاج الى كولكشن كما قلنا قلنا انه المانجو لا يحتوي على جدول يحتوي على مجموعه من الكولكشنز اذا فاكتب الان اذا كتبت كلمه دي بي لوحدها سوف يقول لي انت موجود في داتا اسمها ماركت فامر دي بي لوحده حرف الدي ثم حرف البي معناته انه غير شيك لي انا في اي داتا فقال لك انت في داتا اسمها ماركت اذا الان انا اريد ان اكون جدول اسمه على سبيل المثال برودكت يعني منتجات في اكيد الماركت المحل في برودكت فاكتب كحرف دي ثم بي ثم دوت ثم اسم اسم الجدول الذي اريده فانا اريد اكون جدول اسمه برودكت فاكتب برودكت ثم بعد اسم البرودكت ايش اكتب انسيرت دوت نقطه انسيرت فكل بهذا الشكل نكتب دي بي دوت اسم الجدول دوت ثم افتح قوس طبعا هنا البيانات تدخل بشكل كولكشنز يعني لا تدخل بشكل جداول يعني كولكشن فكولكشن يكون بشكل جيسون فنكتب نفتح قوس على سبيل المثال اكتب product name طبعا اكتب دبل كوتيشن ثم ثم برودكت نيم ثم دبل كوتيشن اخرى ثم اضغط نقطتين سوف تتلمسها عندما اضع اياها في المستند في الاسفل لأسمي اسم البرودكت على سبيل المثال سوني ثم أغلق القوس بالنسبة للسوني ثم أضع فارزة اسم البرودكت ثم أكيد البرايس الخاص به نقطتين البرايس على سبيل المثال تسعين ثم فارزة ليكن على سبيل المثال اكسباير ديت اكسباير ديت أضع في الاكسباير ديت ايش أضع في الداتا اكسباير ديت 2015 سلاش 10 15 إذا مجموعة بارامترات طريقة إدخال البيانات في الكوليكشن هنا مجرد تكتب اسم البارامتر بين بين دبل كوتيشن ثم نقطتين ثم Value ثم فارزة ثم البارامتر الثاني والثالث والرابع والخامس وتستمر. الآن أغلق القوس وأغلق البراكت ثم أضغط إنتر. عندما أضغط إنتر يعرض رسالة يقول لي رايت انسيرت راو يعني دخ ادخلنا بيانات راو واحد ادخلنا يعني هاي البيانات انت كمل عملتها ادخلت في الكوليكشن الذي اسمه برودكت اضغط ادخل برودكت اخر لاسميه على سبيل المثال آه سامسونج سامسونج والبرايس الخاص بي ليكون 300 والاكسباير ديت يكون آه 2014 على سبيل المثال مجرد بيانات انا دخلت 2 كولكشن في هذه الداتا بيس الان اريد ان ارى الكولكشن الذي انا ادخلتها فماذا افعل فقط اكتب دي ثم ايش ثم اسم الاسم الكولكشن اللي سميناه نحن برودكت دي بي دوت برودكت دوت ايش دوت فايند لما اكتب دوت فايند افتح قوس اغلق قوس اضغط انتر يعرض لي كل البيانات الموجوده في الجداول التي هي لكن لا يعرضها بشكل مرتب يعني يعرض لك بشكل عشوائي حتى ترجع لها مرتبه تكتب نفس الامر دي بي دوت دوت فايند دوت بريتي بريتي يرتب لك اياها بشكل جيسون اذا الان هي مرتبه بشكل جيسون لو تتلمسها الجزء الريكورد الاول يحتوي على النيم والبرايس والاكسباير ديت ويحتوي على شيء اسمه اي دي هذا دي انت لم تدخله لكن هو كونه تلقائيا الفائده من هذا الاي دي هو يكون لكل ايتم في كل كولكشن لماذا يكون السبب الوحيد لتكوينه انه حتى عندما تريد ان تعدل لهذا الايتم لديه اندكس خاص به لا يشبه احد تعدل عليه تريد ان تحذفه هذا سوف نشرحه في الدروس القادمه اذا هذه ببساطه كيف تكون كولكشن اذا اردنا ان نكون كولكشن اخر على سبيل المثال product item فايش انا اسوي ايضا اكتب دي دوت برودكت ايتم دوت طبعا فكرة الانسيرت انه اذا كان هناك جدول موجود يدخل فيه بيانات اما اذا لم يكن موجود يكون لك فاذا انسيرت افتح براكت في برودكت ايتم ايش النيم برودكت نيم ثم اسال مثال يكون برودكت نيم سوني اكس بي ثم إيه برايس ليكون بهذا الشكل 90 طبعا وعسى مثال نقول له: "يتم" ادخله بشكل اري، افتح قوس المجموعة 1 2 3، حاله حال أي جيسون يعني ممكن الايتم يكون بشكل اري يعني، لا يوجد اشكال في هذا الموضوع. طبعا أيضا نغلق قوس المجموعة ثم قوس الانسجام. الآن لأرى هذه بيانات التي ادخلتها أنا فقط فقط اكتب دي بي او دي بي دوت ايش دوت ايش هو الذي كوناها جدول اللي هو برودكت ايتم برودكت بهذا نفس نفس طريقه كتابته برودكت ايتم دوت فايند ثم اغلق ثم اقول له 3 تي بهذا الشكل الان ترى ان الايتمز نفسها انه لو تتلمس البرودكت نيم سوني اريكسون برايس تتلمسه 90 الايتمز موجوده 1 2 3 4 اذا هذه فكره انشاء جدول وكيفية إضافة بيانات فيه لمراجعة بسيطة للدرس إنه عندما تكتب دي يوز دي بي هو مجرد ينشئ لك داتا إذا لم تكن موجودة إذا موجودة يستخدمها نفس الحالة ما تكتب دي بي اسم الجدول تريده ثم كلمة انسيرت إذا كان الجدول موجود أساسا يدخل لك بيانات فيه. بيانات فيه إذا بيانات فيه إذا لم يكن في هذا الدرس ملف الدوكمنت الذي يوضح هذه اه, اه, الأوامر التي كتبناها التي تستطيع أن تتلمسها موجود في أسفل الفيديو